مراتي شعرها مليان حشرات، مراتي شعرها مليان حشرات، مش عارف اعمل ايه. تعبت وغلبت وكتير جدا حاولت ان احل المشكله لكن ما بتتحلش، عشان كده خليتها نايمه وعملت اخر حاجه كانت ممكن تتخيلها. انا راجل كان كل حلمي ان اتجوز، عايزه اتجوز، عايزه اكون اسره. مراتي ست كويسه وطيبه وحنينه وجدعه، لكن ما كنتش اتخيل ان شعرها مليان حشرات. حاجه مقرفه جدا صح؟ تخيلوا بقى ان انا عايش مع واحده بالطريقه دي. على فكره هي كويسه ومش معفنه وبتعمل كل حاجه، لكن للاسف ربنا ابتلاها بهذا البلاء اللي انا مش قادر استحمله. مش قادر اتخيل ان مراتي تكون بالطريقه دي. حاولت كتير ان انا اتغاضى لكن مش عارف. وديتها للدكتور، قلت يمكن ساعتها يبقى في حل. الدكتور قال للاسف الموضوع عندها وصل لدرجة صعبة جدا، وان الموضوع ملوش اسباب وهو مش لاقي له سبب، لان مراتي بالنسبة له ست كويسة وبتاخد شاور وبتغسل شعرها، لكن ايه اللي وصلها لكده؟ محدش عارف. كتب لنا على ادوية وكتب لنا على حاجات كتير تستخدمها، وجبتها مرة لكن ما قدرتش اجيبها المرة التانية ولا التالتة. يا دوبك اللي بشتغل بيه وبكسبه يا دوبك بصرفه على عيالنا. يعني انا هجيب ادويه لشعرها ولا هجيب اكل وشرب في البيت؟ ابتديت اقول لها اهتمي انت بنفسك، لكن هي طول الوقت تقول لي اعمل ايه، ما باليد حيله زي ما انت شايف. اخواتي وامي لاحظوا الموضوع لكن ما كانوش بيتكلموا، لكن كتير كنت احس ان هم خايفين قوي منها انها تشيل ولادهم. اختي في مره قالت لها لو سمحتي سيب البنت وما تشيلهاش. انا طبعا كنت فاهم ليه وهي كمان فاهمه ليه، لكن بعد كده اختي حست ان انا اتضايقت وانها احرجتها، قالت اصلا انا ما بحبش حد يشيل ولادي. لكن انا كنت عارف ان هي خايفه ان بنتها يتنقل لها الحشرات اللي في شعرها، خاصه ان الحشرات معديه جدا وممكن تتنقل بسهوله جدا. ما بقتش عارف اعمل ايه. عدى وقت كبير على جوازنا وبقى في بينا عشره، ما ينفعش اسيبها ولا افرط فيها. كتير اتكلمت معاها لحد ما ابتديت اتكلم مع اختي، هي اقرب حد ليا، هي اللي ممكن تحس بيا، رغم ان مراتي محرجه عليا ان ما ينفعش اطلع اسرارنا، ما ينفعش اتكلم في حاجات خاصه زي دي مع اي حد. يمكن الموضوع مقرف جدا لكن ده الواقع اللي انا بعيشه ومش عارف اتصرف فيه ازاي. لو كنت عرفت ده قبل الجواز عمري ما كنت ارتبطت ولا كملت. المشكله ممكن محدش يحس بيها عشان انا اللي فيها، انا فعلا اللي ايدي في النار. محدش حاسس قد ايه انا بتحرج منها، محدش حاسس قد ايه هي بترفض تخرج معايا في اماكن كتير لانها بتبقى قاعده غصب عنها ايديها في شعرها طول الوقت. كتير كمان انا بقيت احرج ان انا اتجمع بيها في وسط ناس، في وسط اصحابنا، في وسط اهلي، اهلي اللي كتير بيرفضوا يجونا وهي كمان بترفض تروح لهم. حاسس ان انا لوحدي في الدنيا، مش عارف اعيش حياتي. ويوم ما فكرت اوديها للدكتور ما قدرتش اكمل معاها غصب عني. الادويه دي ادويه غاليه جدا، لما جيت ان انا اجيبها حسيت انها فوق طاقتي، انا مش عارف اجيبها. المهم ابتديت احس ان اختي ممكن تساعدني والبني ادمه الوحيده اللي ممكن امنها. رحت قلت لها انا في كارثه حقيقيه، كارثه بقالي سنين وعماله اتحامل واجي على نفسي، ومحترم جدا ان مراتي مش عايزاني اطلع سرها بره. المهم اني كلمتها وقلت لها على الكارثه دي، لكن لقيتها بتقول لي احنا عارفين ده من زمان، احنا مش متفاجئين. قلت لها عارفين من امتى؟ قالت لي من يوم فرحك، من ساعه ما رحت مع مراتك الكوافير. الكوافير كله كان بيتكلم عليها، ناس كتير جدا كانت بتحكي وبتقول العروسه دي حالتها صعبه، ربنا يشفيها ويعافيها. وفي بنات كانت بتضحك وانا ما كنتش فاهمه، لحد ما في واحده في الكوافير قالت لي هو انت تقربي لها ايه؟ قلت لها انا ابا اخت جوزها. قالت طيب طيب خلاص. قلت لها ايه اللي حصل؟ انت ليه بتسالي؟ قالت اصل عندها حشرات كتير في شعرها، هو انتوا ما كنتوش تعرفوا؟ ساعتها انا ما بقتش مصدقه وقعدت الاغي اتكلم معاها في اي حاجه واغلوش على الكلام، لكن هي قالت لي فعلا انتوا في كارثه حقيقيه. ساعتها ما استوعبتش وعملت ان انا مش واخده بالي وابتديت اعيش اليوم عادي. وكانت ساعتها مراتك في نص هدومها، كانت مكسوفه جدا جدا ومش عارفه تعمل ايه، وكانت متوتره وكانت متعصبه طول اليوم. وانا طبعا حاولت ابين لها ان انا ما عرفتش حاجه، وطول الفتره دي وانا عارفه الكارثه دي وما بتكلمش.
حتى لو تفتكر في اليوم اللي شالت فيه بنتي أنا اتفزعت بمعنى الكلمة، لأن خفت جدا إن الحشرات دي تتنقل لبنتي عن طريق إنها بتشيلها أو بتبوسها أو بتحضنها. أنا كمان ما تزعلش مني، بخاف أنا وأولادي نجيلك نبات عندك، لأن أكيد ممكن ده يتنقل عن طريق كيس المخدة بشكل عادي جدا وسريع جدا. قلت لها طب حلي معايا المشكلة، أنا مش عارف أعمل إيه وأتصرف إزاي، أنا حاسس فعلا إن أنا في موقف صعب. ردت وقالت لي مفيش غير حل واحد، انك تقنعها انها تقص شعرها خالص، ده الحل الوحيد. هي هتستغنى عن قنوصتها بشعرها، لكن شعرها تقيل وطويل، وده يعني بيئه خصبه جدا للحشرات اللي في شعرها، فلازم ان هي يكاد يكون تحلقه صغير جدا جدا زي الولاد، وساعتها الموضوع ممكن يتحل. قلت لها فكره، انا احاول اقترح عليها الموضوع. روحت وانا فرحان، وابتديت اجيب مراتي واتكلم معاها واقول لها قد ايه انا بحبها وقد ايه انا قابلها بكل عيوبها، لكن في عيوب ما ينفعش ان احنا نتغاضى عنها، خاصه لو هتاذيني وهتاذي ولادي. قلت لها قد ايه نومي جنبها على السرير انا طول الوقت بقيت خايف منه، بقيت خايف من كيس المخده اللي ممكن يعديني، بقيت طول الوقت لو هرشت في شعري احس ان انا اتنقل لي حاجه من خلالك. عشان كده الحل الوحيد ان انت تقصي شعرك خالص، وانا بحبك وقابلك زي ما انتي، ولحد ما شعرك يطول ويبتدي يطلع شعر جديد من غير ما يكون فيه حشرات عادي جدا، انا متصالح مع الموقف، وممكن تلبسي بونيه تلبسي الحجاب في البيت انا راضي، المهم ان احنا نحل المشكله. لقيتها اتفزعت وقامت اتنططت من مكانها وقالت لي انت اتجننت، انا عمري ما اعمل كده، ده زنت الواحدة شعرها وانا ما ينفعش ان انا احلق شعري، وحتى لو حلقته الموضوع ده مش في شعري، الموضوع ده في جذور شعري، وساعتها مش هيكون ده الحل. انت بتتشطر عليا انا، قبل ما تقولي احلقي اشتغل انت واتعب واقدر جيبلي الادويه اللي الدكتور طلبها وساعتها الموضوع هيتحل. قلت لها بس انت عارفه ظروفي وعارفه ان انا مش قادر اعمل كده. قالت لي يبقى ما تتكلمش معايا. ما لقيتش غير حل واحد، انه وهي نايمه اجيب المقص واقص لها شعرها. وفعلا جبت المقص وكانت نايمه وقعدت اقص في شعرها عشان احل المشكله، طالما هي بارادتها مش راضيه. طبعا انا قبل ما اعمل كده كنت عايزها تروح في النوم، فجبت حاجه كده من الصيدليه تخليني لما احطها لها في العصير تندمج قوي في النوم وما تحسش، وقلت لها خلاص براحتك انت حره، انا قلت لك حل يمكن يساعدك. وجبت المنوم وحطيته لها في العصير، واول ما شربته راحت في سابع نومها. جبت المقص وقصقصت لها شعرها كله، قصقصته لها زي الولاد، وانا مراتي كانت شعرها تقيل وطويل وكثيف جدا، ونومها كمان كان تقيل جدا. الحمد لله ربنا هداني للحل ده، وحسيت ان هو ده الحل اللي المفروض ان انا اعمله، ولما تكبر ولما تصحى ولما الموضوع يخلص هتشكرني، ولما الولاد يكبروا ويعرفوا برضه هيبقى مبسوطين، لان هما مش فاهمين دلوقتي لكن اكيد هيجي يوم وهيفهموا. طبعا هي صحيت واتفزعت اول ما شافت شكلها، وابتدت تصوت وتعيط وابتدت تقولي انت اتجننت، انت ازاي تعمل فيا كده، ازاي ده يحصل، وقعدت تصوت. ولقيتها بتقولي ابشع كلام، لقيتها بتقولي قبل ما بتشوف عيوبي انت ما شفتش عيوبك ليه؟ قلت لها عيوبي انا؟ قالت لي ايوه عيوبك، عيوبك اللي انا الصبر او ساكت عليها، ما شفتش منظرك، ما شفتش طولك. انا كتير قوي ناس بيقولوا لي ازاي انت اطول من جوزك، هو بيتريقوا علينا، وطبعا انا مش هتكلم على علاقتي الخاصه بيك اللي فيها عيوب كتير جدا وانا كنت بتغاضى عنها وبعديها، مش هتكلم على قد ايه انت كنت مش زوج بالنسبه لي ولا الراجل اللي بيملى عيني. بس انا خلاص، انا كنت طول الوقت قابلاك وبقول في عيوب وفي عيوب، لكن طالما دلوقتي انت مش قابلني انا مش قابلاك، مش عايزاك، مش عايزه اكمل معاك. انا طول الوقت صابره على ظروفك الماديه الصعبه، صابره على قله مفيش ومستحمله، كنت بستحمل سخافات اهلك، كنت بستحمل وانا عارفه ان هم مش عايزين يجوا ليه، وكنت برفض ان اروح عشان ما اسمعش كلمه تضايقني، لكن دلوقتي انا مش هستحمل الوضع ده، خاصه بعد اللي انت عملته فيا. لقيتها صارت جدا واتخانقت وقالت لي كلام عمري ما كنت اتخيل انه جواها، هي كل ده صابره وساكته؟ هي شايفاني قليل قوي كده في عينيها؟ انا ما كنتش اتخيل ابدا. المهم ان لقيت تاني يوم بتاخد هدومها وشنطتها وبتمشي، ودلوقتي هي مصممة انها تتطلق، وانا كتير فكرت ان اخلص من القصة دي. انا مراتي عارف ان اللي فيها مش بايديها، وانه يمكن ابتلاء يحصل لاي حد زيه زي اي مرض ممكن يصيب الانسان، مرض جلدي وصلها انها تبقى كده، لكن في الاخر انا مش متخيل ان هي تكون شايفاني كده، وانا كمان بقيت اشوفها قليلة.